قال وزير المالية أحمد كوجوك إن الحكومة ماضية بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مشددا على استخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقاء عقده مع أكثر من 60 مستثمرا مؤسسيا أجنبيا عبر الفيديو كونفرنس، حيث أكد كوجوك على وضع الدين وخدمته للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، مع العمل أيضاً على تحسين مؤشرة الدين الخارجي. توجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لتركيا، وذلك في زيارة هامة تتضمن عقد لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. تستهدف الزيارة تعريف مجتمع الأعمال التركي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات المالية والنقدية والتجارية التيسير على المستثمرين وتيسير منظومة التصدير والاستيراد. شارك وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي في حفل الافتتاح الرسمي للنسخة 40 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدباك 2024، والذي تستمر فعاليته حتى 7 نوفمبر الجاري بحضور عدد من وزراء الطاقة ورؤساء كبرى شركات الطاقة العالمية. تهدف هذه النسخة إلى استكشاف الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي والتمويل في تسريع عملية الانتقال العالمي في مجال الطاقة. ويشهد الحدث هذا العام إطلاق 3 مؤتمرات جديدة بمشاركة شخصيات رائدة من قطاعات التمويل والتكنولوجيا والشباب ودول الجنوب العالمي للعمل على صياغة مستقبل طاقة أكثر استدامة وشمولية، حيث يعد المؤتمر أحد أكبر الفعاليات الخاصة بصناعة الطاقة على مستوى العالم. قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك هيثم الغيث إن لدى المنظمة نظرة إيجابية جدا إزاء الطلب على النفط في الأجلين القريب والبعيد. وخلال فعالية لقطاع الطاقة في أبوظبي، أكد الأمين العام لأوبك أن هناك بعض التحديات وأن ما تسمى بذروة الطلب لن تحدث، الاقتصاد العالمي مستمر في النمو. وأضاف الأمين العام لأوبك أن تحقيق نمو بنسبة 5% لا يزال معدلا جيدا جدا لدولة بحجم الصين، حتى لو كانت تحقق وما يصل إلى 10% في السنوات المقبلة.